حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. معتقل لدى الحوثيين يتحدث إلى أسرته عبر الهاتف بوساطة خليجية. ألمانيا كانت تخطط لاقتلاع آخر لغم في اليمن عام 2014. وفي الأخبار المنوعة، نتنياهو يوجه اتهاما لمنافسه بإبرام صفقة مع الأحزاب العربية. أهلا بكم. اقتحموا عيادته في شارع خولان واعتدوا عليه بالضرب المبرح أمام المرضى حتى سال دمه، ثم اقتادوه إلى مكان مجهول. هذا ما قامت به ميليشيا الحوثي وفقا لموقع المصدر أونلاين، والذي عنوان الحوثيون يعتقلون طبيبا في صنعاء بعد مداهمة عيادته والاعتداء عليه بالضرب المبرح. وقالت مصادر طبية للمصدر أونلاين إن 10 مسلحين من جماعة الحوثي داهموا عيادة طبيب الأسنان أحمد العلفي واعتدوا عليه بالضرب المبرح حتى فقد الوعي. ولكن ما الذي فعله الطبيب ليسيل دمه في مدينة يعالج مرضاها؟ يقول أحد أقاربه إن سبب الاعتقال مداخلات للطبيب في إحدى مجموعات الواتساب انتقد فيها جماعة الحوثيين كفكر وسلطة وحالة المعاناة المعيشية للناس في مناطقهم وعدم صرفهم للرواتب. وأضاف: ليست المشكلة في الاعتقال، فمئات الأبرياء في معتقلاتهم، لكن المؤلم أنهم داهموا العيادة بهمجية ولم تفلح استغاثات الممرضات والمرضى في إنقاذه من اعتدائهم. إلى موقع الصحوة نت، وفي أبرز عناوينه: شهادات صادمة لإخفاء قسري وتعذيب ممنهج داخل سجون الحوثي. وأدان المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان استمرار تعرض العشرات من المعتقلين اليمنيين للتعذيب الممنهج والمعاملة غير الإنسانية والمهينة من قبل سجانيهم في مراكز الاعتقال التابعة لجماعة الحوثي في اليمن. وأوضح المرصد الحقوقي الدولي أنه يتابع سير إجراءات محاكمة 36 يمنيا، بينهم معارضون وصحفيون وناشطون حقوقيون متهمون بقضايا ملفقة تتعلق بتنفيذ اغتيالات أو التجسس لصالح قوات التحالف العربي. وذكر المرصد أنه تلقى في وقت سابق إفادات من فريقه القانوني المتابع لقضايا المعتقلين 36 تؤكد أن العديد من جلسات المحاكمات تفتقد الإجراءات القانونية الصحيحة، إذ سبقت معظم المحاكمات بمجموعة من الانتهاكات الجسيمة بحق المعتقلين قبل وأثناء عرضهم على المحكمة. أخبار يمنية. تحت هذا العنوان كتب معنا البياري مقاله المنشور في العربي الجديد مضيفا: ليس الجديد من أخبار اليمن أن مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث وصل إلى صنعاء أول من أمس لإنقاذ اتفاق ستوكهولم الذي أوصلت المنظمة الأممية في ديسمبر كانون الأول الماضي حكومة الرئيس عبد الرب هادي والحوثيين إليه. وبشأن انعقاد جلسة مجلس النواب اليمني في سيئون إحدى مدن حضرموت، فربما يشتمل على بعض الإثارة، إذ لم يأذن الأخوة في الإمارات بحسب تسمية أحد هؤلاء النواب لانعقاد الجلسة في عدن بالعرقلة والمنع المكشوف. ويضاعف من أوجه الإثارة أن قوة سعودية ستحمي الجلسة التي ستكون الأولى من طرازها منذ 4 سنوات. وبشأن اختيار رئيس جديد لمجلس النواب وكذا أعضاء هيئة رئاسته، فمن الحماقة أن يعتنى بأمر كهذا. أركان الجريمة المتواصلة في اليمن المنكوب وأطرافها ورؤوسها عديدون، لكل منهم نصيب فيها. ويزودنا تحقيق نشرته وكالة أسيشوتد بريس أول من أمس بشيء مما يحرزه الحوثيون في قتل أبناء بلدهم. ففيما ينبغي أن نعرف أن وباء الكوليرا استأنف نشاطه بهمة أكثر فتكا منذ بداية العام الحالي. تذكر الوكالة الإخبارية أن طائرة تابعة للأمم المتحدة كانت تحمل 500,000 جرعة من لقاح الكوليرا ظلت في مطار دولة أفريقية في يوليو تموز 2017 تنتظر إذنا من السلطات الحوثية لإدخال الجرعات، ولكنها لم تحرزه. يبتكر القتلة جميعهم إذن صنوفا من تمويت اليمنيين تعجز الشياطين عن تخيلها، صدورا من بواعث الاندفاع من سلطة مشتهاة على حطام بلد وناس مستضعفين. وفي الأثناء يتم الإجهاز على هذا البلد الذي ما كان عقودا يطوي اقتتالا أهليا حتى يعبر إلى اقتتال أهلي آخر. في زمن ميليشيا الحوثي أصبحت مكالمة هاتفية بين معتقل وأقاربه
خبرا يتصدر مواقع الأخبار، ولأجل هذه المكالمة تتوسط دولة، حيث يعنون يمن مونيتور: مسقط تنجح في تمكين قائد عسكري معتقل لدى الحوثيين من الاتصال بذويه. وقالت سلطنة عمان إنها توصلت إلى اتفاق جديد مع جماعة الحوثي المسلحة يؤكد أن القائد العسكري في الجيش اليمني فيصل رجب ما يزال حيا وتمكن من الاتصال بعائلته. وقالت وكالة الأنباء العمانية إن مساعي مسقط بشأن الأحداث الإنسانية التي تشهدها الجمهورية اليمنية الشقيقة وتلبية للالتماسات التي تقدمت بها الأمم المتحدة وعدة جهات يمنية نجحت من جديد في التوصل لاتفاق مع السلطات المعنية في صنعاء بشأن وضع العميد فيصل رجب، وبينت أن جهود بلادها نجحت في السماح للعسكري اليمني رجب بالتواصل مع ذويه لأول مرة منذ 5 سنوات. تنقل صحيفة الأيام عن مصادر حكومية قولها أن مجلس النواب سيعقد الخميس في مدينة سيئون أولى جلساته بعد توقف دام نحو 5 سنوات، حيث سيفتتح الرئيس هذه الجلسة بحضور سفراء 19 دولة من رعاة العملية السياسية في اليمن، وحاليا جميع البرلمانيين متواجدين في الرياض أو في المدن المحررة، وقد بلغ عددهم النصاب المطلوب للانعقاد، وسيحضر الجلسة عدد من قادة الأحزاب اليمنية والمكونات السياسية. لكن مصدر خاص قال لصحيفة الأيام إن زمن انعقاد الجلسة لم يحدد بعد بسبب عدم وصول الأعضاء بشكل كامل إلى الرياض. يطرح الكاتب عاطف الغمري في صحيفة الخليج تساؤلا حول هل تكون الضفة بعد الجولان، ثم يعود للإجابة عن سؤاله بالقول: الشواهد تدل بقوة على أن قرار ترامب الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية المحتلة ليس هو آخر المطاف في سلسلة التحيز المفرط لإسرائيل خروجا من التزامات سياسية وأدبية للولايات المتحدة تجاه السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وفي انحراف عن قواعد السياسة الخارجية الأمريكية حسب التعبير الذي استخدمه الكاتب الأمريكي مايكل لينت. وبالرغم من وجود دوافع وراء هذا التوجه لترامب تخص مصالحته بشأن أكبر حجم من القوى اليهودية وجماعات المسيحية الصهيونية لتكون سنداً له في انتخابات الرئاسة القادمة، فإن ما نراه يجعلنا ننظر إلى ما يجري من زاوية الوصف الذي جاء في دراسة لجامعة هارفارد تقول إن الاتجاه الذي تسير فيه سياسة أمريكا الخارجية يعني أن لإسرائيل وحدها أن تقرر شروط علاقتها بالعرب، وأن على الولايات المتحدة الأخذ بهذه الشروط مهما كانت. ويبدو حسب ما يراه خبراء السياسة الخارجية تجاه الشرق الأوسط يميل إلى اعتبار أن قرار الجولان ليس آخر المطاف، وهذا هو تشخيص لمايكل براون الصحفي المستقل الذي تنشر مقالاته في 6 صحف أمريكية على الأقل، ويقول: بعد قرار الجولان فإن ترامب ونتنياهو يتحركان صوب الضفة الغربية المحتلة، وإن كان هذا مشروطاً ببقاء الاثنين في الحكم من أعوام 2020 و2024، ويجد أن الفرصة متاحة أمامهما لكي تبتلع إسرائيل أغلبية أراضي الضفة الغربية، فقد كان قرار الجولان بمثابة تمهيد للأرض سياسياً لقرار مماثل بشأن الضفة، حتى ولو كان ذلك لا يستند إلى أي أساس من القانون الدولي. والواضح أن ترامب يمشي على خطى متدرجة ترضي نتنياهو منذ إعلانه نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل. مات والدنا ويوجعني رأسي ويدي وعيني، هكذا يصف الطفل اليمني عبد العزيز محمد مصيبته. وعبد العزيز واحد من آلاف اليمنيين الذين فتكت ألغام الحرب بحياتهم، وعنون التقرير دي دبليو عن اليمن: الألغام في اليمن ضحايا بالآلاف وتهديد لحياة الملايين. وقال الموقع إنه خلال عام 2016 كان عبد العزيز ذو 11 عاما مع أبويه وأخيه الأصغر، وهم أفراد أسرة تنحدر من محافظة تعز في طريق رحلة علاجية لإجراء عملية جراحية لإعاقة يعاني منها. وفي الطريق انفجر لغم أرضي بالسيارة التي تستقلها العائلة لتتضاعف إعاقته ويفقد والده، إلى جانب إصابة والدته
وشقيقته. أم عبد العزيز تؤكد أنهم لا يحظون بأي رعاية حكومية أو من جهات منظمة باستثناء الدعم الذي يتحصلون عليه من فاعلي الخير. وبينما كان اليمن يرتجي الشفاء من ألغام صراعات النصف الأخير من القرن المنصرم، جاءت الحرب التي تصاعدت بعد سيطرة جماعة الحوثيين على صنعاء في 2014 ليبدأ فصل هو الأخطر من تاريخ البلاد مع تهديد الألغام، حيث انتشرت مئات الآلاف من الألغام المضادة للأفراد والآليات ابتداء من عدن ومحيطها جنوبا وحتى صعدة والحدود مع السعودية أقصى الشمال، مرورا بتعز ولحج والحديدة ومأرب والبيضاء والضالع وأبيان والجوف وحجة. ويذكر الموقع الألماني بالدور الذي لعبته برلين في مساندة اليمن، اعتبارا من العام 2001 أرسلت ألمانيا مجموعة أولى من الكلاب المتخصصة بالكشف عن الألغام جرى إحضارها من أفغانستان لتقوم بمهمة تجريبية في اليمن. وقد حققت هذه الخطوة نجاحا باهرا بتطهير مئات الآلاف الكيلومترات كان من المخطط أن تقود هذه الخطوة إلى تطهير اليمن من الألغام بشكل كلي في العام 2014. الإمبراطورية الأمريكية هي الرجل المريض للقرن 21. تحت هذا العنوان كتب ديفيد كليون مقاله الذي أعاد الغد نشره، وجاء فيه: هناك طريقتان تقليديتان لفهم الدور العالمي الأمريكي. وفقا لإحدى النظريات، أخلى العالم ثنائي القطبية في حقبة الحرب الباردة مكانه لعالم أحادي القطب والذي أصبحت فيه الولايات المتحدة المهيمن الذي لا ينازع. وثمة نظرية أخرى مختلفة عن الأولى فقط في الدرجات، والتي تؤكد أن عالم ما بعد الحرب الباردة هو عالم متعدد الأقطاب، مع تمييز الولايات المتحدة باعتبارها القوة المهيمنة الواضحة بين العديد من المنافسين المحتملين، بمن فيهم بلدان مثل الصين التي قد تتفوق على الولايات المتحدة بطريقة يمكن تصور منطقها على الطريق. ولكن ماذا إذا لم تكن أي من هاتين النظريتين صحيحة؟ إن الفهم شبه العالمي للولايات المتحدة كفاعل عالمي قوي وموحد هو فهم معيب وهو في حاجة إلى مراجعة. الولايات المتحدة ليست قوة عظمى تفرض إرادتها على الآخرين بقدر ما هي سوق مفتوح في الهواء الطلق للفساد العالمي، والذي تستطيع فيه القوى الخارجية شراء النفوذ وتشكيل النواتج السياسية وتأليب الفصائل ضد بعضها البعض في خدمة أجندتها المتنافسة الخاصة. دعونا ننظر في حالة العاصمة الآن. الرئيس دونالد ترامب، كما يعترف الجميع في أحاديثهم الخاصة على الأقل، هو شخص غير كفء في الاطلاع بمعظم مسؤولياته الأساسية، وهو أضحوكة عالمية كذلك. لكن ترامب هو مجرد عرض، والمثال الكاريكاتوري الأكثر وضوحاً عن الكيفية التي أصبح بها نفوذ النقود الخارجية في واشنطن أمراً معتاداً على مدى الجيل الماضي، ومن النفوذ الغامر لبعض دول الخليج العربية على المراكز الفكرية ومنظمات الإعلام الأمريكية. ما نراه الآن ليس انسحاباً مدروساً ومسؤولاً من الإمبراطورية من أجل الاستثمار في الحاجات الملحة في الاحتياجات العاجلة في الداخل، ولا هو ثورة ضد الإمبراطورية يقوم بها المعذبون في الأرض. إنه بدلاً من ذلك انهيار مطول جدا وهابط. إن أمريكا هي الرجل المريض للقرن 21، ويعرف ذلك كل من شاهد رئيسها وهو يتعثر في تجمع لقادة العالم المرتبكين المشفقين. في الأخبار المنوعة التي تصدرت صحافة اليوم، ونشره موقع CNN حول اتهامات متبادلة في إسرائيل حول من يتعاون مع العرب، وعنون الموقع: نتنياهو يوجه اتهاما لمنافسه بإبرام صفقة مع الأحزاب العربية. حيث نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تسريبا صوتيا لحوار بين من يبدو أنه عضو في حزب أزرق أبيض وآخر في حزب العمل حول أهمية دور الأحزاب العربية في تشكيل حكومة يسار. وأدعى نتنياهو في فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على تويتر، دعا الإسرائيليين للتصويت لحزبه الليكود إذا ما أرادوا تفادي تشكيل حكومة يسار من قبل حزب منافسه بيني جانتس والأحزاب العربية. وقال نتنياهو في الفيديو: يجب أن تستمعوا لهذا التسجيل، يمكنكم سماعه فيرشيلاح من حزب أزرق أبيض يتحدث لبيريتس من حزب العمل، ويخططان لإشراك الأحزاب العربية في عملية تشكيل حكومة يسار. وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: إذا أردتم منع ذلك من الحدوث هناك طريقة واحدة، التصويت لحزب الليكود. اخرجوا وصوتوا، لا تذهبوا إلى الشواطئ، لا تلزموا منازلكم، صوتوا من أجل منع تشكيل حكومة يسار. ويتضمن التسجيل رديء الجودة حديثا حول خطة لإشراك الأحزاب العربية في الصفقة التي قال نتنياهو إنها تهدف لتشكيل حكومة يسار. نطالع من موقع البي بي سي حول الانتخابات الأكبر في العالم.
كيف تنظم الهند أكبر انتخابات في العالم بمشاركة 900 مليون شخص؟ وقال الموقع إنه على مدى عقد كامل لم يتغير شيء، ففي كل انتخابات عامة هندية قد يذهب الموظفون المسؤولون عن مركز انتخابي مخترقين غابة جير الممتلئة بالأسود من أجل صوت رجل واحد، ويحمل نحو خمسة منهم برفقة رجلي الشرطة مستلزمات عملية التصويت بما فيها جهاز تصويت إلكتروني إلى هناك. وبعد هذه الرحلة الطويلة يقومون بنصب كشك انتخابي كي يدلي رجل الدين بهارة داس دارا شانداس بصوته ضمن مركز اقتراع يقع ضمن مسافة كيلومترين قرب مركز سكنه كما تقتضي القوانين الانتخابية. ويعمل هذا الناخب المنعزل وهو الآن في الستين من العمر سادنا لمعبد يقع وسط الغابة في ولاية كوجرات الغربية، حيث كان 45 شخصا يعيشون في المعبد بيد أن إدارة الغابات جعلت الحياة صعبة هناك، لذلك غادر جميعهم وأنا الآن آخر ناخب هنا. ويضيف أشعر بالرضا والفخر لأن السلطات تأتي إلي من أجل الإدلاء بصوتي وتقدم لنا قصة دار شانداس لمحة عن طبيعة الانتخابات الهندية التي لا تشبه أي انتخابات في العالم وتشوبها تعقيدات كثيرة تجعل السلطات تستعد لها على مدى نحو عام كامل. جولتنا المصورة من صحيفة الديلي تيليغراف حيث ركزت الصور على بعض الظواهر والأحداث التي التقطها المصورون، نتابع. كما نعرض الأحداث من وجهة نظر أخرى ليست للمصورين ولكن لرسام الكاريكاتير والذين عبروا بطريقتهم عن مختلف الأحداث. إذن بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.